معكم عزوز مونجي واسعد الله مساءكم بكل خير في جديد يوم الثلاث 24/0. بعد ما خلصنا ريادة المسي لحد كورنوش لحد كبر السلي، مهم جدا يا جماعة ان احنا نعمل فترة راحة. انا عشان بمشي مرتين ما بين المشي مرتين لازم راحة ربع ساعة نص ساعة حتى تستوعب المشي مرة ثانية. انا مثلا خلصت رياضة المشي الاولى، عملت رياضة المشي مرة اولى، فاروح اعمل قاعدة في دنكن ربع ساعة نص ساعة وبعد كده نكمل نريح عشان نعرف نكمل رياضة المرة الثانية. بس انتم اشتركوا في القناة واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس. سؤال واحد، انتم نايمين عندك القناة ماشي؟ مع احترامي يعني، واولا اللي بيعمل لايك قليل جدا، وفي فيديوهات مع لهات لايكات خالص. انا بتكلم عن رياضة وحاجات مفيدة، يا ريت الكل يتفاعل. شكرا لك.